بسم الله الرحمن الرحيم. والشعار اللي تيبدا به هو ملعوبه ودايز عواشر. واش غادي نقول لك على اخرى؟ سمعنا هاد الفجيعه هادي راه ما شاء الله وصافي. حنا راه ولاد الدرب ولاد السيكتور وكبر معنا هاد الدري هذا. وسمعنا اخويا ما نكذبش عليك، سمعنا هاد الفجيعه راه تصدمنا، راه الدرب كامل تقريبا راه كاع هاد الاصدقاء كاع الدراري كاع كاعين كاع مقلقين، راه بحال عندنا موت. والله الا بحال عندنا موت بالله العلي العظيم بالله. واش غادي نقول لك الاخ ديالي راه مرحبا، راه معروف وهذاك الشيء اللي تيدير مرحبا، هذاك الشيء راه عنده في الدم، راه ماشي تقابصوا ولا تيشوف شي واحد تيديرو، لا هذاك الشيء عنده من صغره، باقي صغير دري عنده شي 8 سنين ولا 9 سنين تيدير الباركورات تينقز حيوطات تيمشي عليه يديه، فهمتي اش بغيت نوصل لك؟ تنطلب من الجمهور ديالو اول حاجه، تنطلب من الجمهور ديالو ومن الشعب المغربي. سمعتيني الاخ؟ تنطلب من الجمهور ديالو، الجمهور ديال مرحبا والشعب المغربي كافة يساندوه ويعاونوه ماديا ومعنويا. اللي ما عندوش الماديات يعاونوه بالله، الله يجيب ليه الشفاء والدعاء. وهادشي اللي غادي نقول لك الاخ، هادشي اللي غادي نقول لك راه صدمة قوية والله حتى صدمة قوية بالله صراحة. حنا راه جيران، حنا راه خوت قبل ما نكونوا كاع لا يوتيوبر ولا قناة ولا يتشار ولا، حنا راه خوت. حنا راه اش غادي نقول لك اصاحبي؟ حنا راه ما شاء الله وصافي، والله العظيم بالله راه ما قدرتش نتكلم اخويا، والله ما قدرت نعبر لك بالله، اسمح لي يا صديق. واخويا نطلبوا لي الشباب العاجل، السيد راه خونا راه كابر معانا وولد دربنا والسيد الله يعمره دار ضريب وباغا يضحك، والاول هذه الدنيا هانيه دري راه بخير، والناس راه كلها كتعرفوا، الناس كلها كتحبوا وكل شيء، الناس كلهم كيعرفوا، الله يعمر له دار وصح. والخبر خويا تجينا البارح بعد العشيه، واسمنا الضربه مسكين بقى فينا صراحه، وبقى في الشعب كامل موش احنا، بقى فينا كاملين، ونطلبوا من الله، الله يجيب لي الشفاء، والله يجيب شي محسن يعاونوا على العمليه ديالو، والله ونطلبوا من الجمهور الله اللي فيه ما يعاونوا شويه يعاونوا. واللي يعاونوا بالدعوة لله في سبيل الله، ونجيبوا لي الله يطيب ليه الشفاء. السلام عليكم. بعدا بقى فينا داك السيد بزاف، وداك السيد اخويا انا عزيز عليا بزاف وكبرت معاه انايا، اصلا هو ولد مبنى ولد جيراننا، امي بحال امي انا تهبط عندنا للدار، وداك السيد راه دري ويش ما بغيناهاش ليه، الله يجيب ليه الشفاء. وراه شنو نقول لك اخويا، راه الدرب عندنا راه اخويا شي حاجه بحال تتبع، هذاك السيد بحال تتبع، شنو نجي نقول لك؟ تحدى مسكين مع هو كان مقود عليه ودوز العذاب، هو اخويا عزيز عليا ولد جيراننا، واش نقول لك اخويا؟ هذاك السيد درويش، تطلب من الله سبحانه وتعالى يجيب ليه الشفاء، تطلب من الله سبحانه وتعالى يحفظ كل جميع المسلمين، وهذاك السيد ما يستاهلش هذيك الحالة صراحة، ولكن الله سبحانه وتعالى كبير، فهمتيني؟ والله سبحانه وتعالى هو اللي بغى هذاك السيد حدا زعما حدايا الصباح لازم حدايا، سلم عليا عشيني وراه بحال خويا، انا بقى فيا بزاف، والله راه الله لعالم الجيش، هذاك السيد عزيز علي يوسف انايا، فهمتي خويا؟ انا شطلب من الناس يتابعوا على اليوتيوب يوقفوا معاه يشوفوا ماله، مسكين راه خاصو يدير العمليه تا هو، وخاصو ما عندوش، قعدنا الله. كاين محسن ماشي ما كاينينش، ولكن طلب من الله سبحانه وتعالى عز وجل يوقف مع السيد هذا، واللي فيه الخير راه باين. حاجه تطلبوا من الناس اللي يتابعوا على اليوتيوب ديال المغرب كامل وديال اوروبا تا هما، الناس ديال الانجليز ديال اسبانيون ديال فرنسا ديال باريس سان جيرمان، في اي بيبليك يديروا مع السيد مزيان، الله يرحم بال والدي. هذا السيد هذا راه بقى فينا بزاف، بقى في عين السمع كامله، انا هذا في السوق جا عندي شحال من واحد جا عندي قال لي واش مرحبا، وقع لي وعلى البارح انا في التليفون انا تخلعت حتى شو مع الصباح في العشيه، قالوا لي خوات لي وراني قال لي مرحبا اش كاين صدمت. دابا حاليا انا في السوق انا بقى فيه الحال، ولكن بعد ما ندير الله سبحانه وتعالى هو اللي بغى لي قسم عليه الله، فهمتي؟ هذا كما تيقولوا واحد المثال، هذا ابتلاء تيحب الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السلام عليكم، دير خويا بخير لاباس عليكم.
اخويا يوسف مرحبا. اش غنقول لك عليه؟ ما يجيب لي العفو من عنده، من هادشي اللي طرى ليه ما تيفرحش. منو لي الشفاء، انا راه يقول لي عمي وانا تندير معاه بخطرات فيديوهات انايا. والحمد لله على كل حال، ما يجيب لي الشفاء من عنده. انا سقط الاخبار اخونا، كنت نصاوب في الموطور ديالي، عيطوا لي الدراري قالوا لي راه صاحبك يقول لك عمي راه دارك سيده. هي هذيك ما تصدم، قلت زعما ماشي شي حاجه، هو كذوب. ساعة ملي عاود شفت الفيديو في التليفون لقيت بين مراتي دار كسيده، ولكن ديك كسيده تيبان لي اخويا ماشي كسيده اللي بموطور، هذا يكون مش ضاربو شي حد ولا نعم الله حد. ديك كسيده باش تجي للوجه بوحدها وليد لا يمكن، وعلمو لله تاني. واش غنقول لك، هو اللي غادي يقول اش كاين عنده تيفيق ان شاء الله وبالشفاء ان شاء الله. هادشي اللي بغينا راه قالك غيديو معاه اليوم من طنجة، قالك هادشي الجمهور يتعاون معاه، واخا بالدعاء على الاقل الدعاء. وهذا الشيء اللي نقول لك اخويا، نتمناو ليه الشفاء ان شاء الله. سلامة السيد الله يعمر، هذا ما عمرنا سمعنا منه كلمة العيب، ولا ولد الناس. هذا مرحبا، راه ما تتبهضنا بهذا الشيء اللي جا، قالوا لنا والبارح تتبهضنا بهذا الشيء، ولا ولد الناس ما عمرنا من سمعنا منه كلمة العيب، ولا دارك السيدة في طنجة، وبغينا كبير وصغير يتعاون معاه يد المساعدة في أرض الوطن وخارج الوطن، راه ولد الناس ولا يتيم، صافي راه عزيز على الناس كلهم، ما عمرنا سمعنا منه كلمة العيب. هاد الخبر تسمعنا، هاد الخبر تفاجئنا، كلشي تفاجئ كبير وصغير تفاجئ على هاد الشيء، ولا بغينا مسكين يتشافى. ها ولد الناس ما عمرنا سمعنا منه كلمة العيب، أي واحد ما عمرنا سمع منه كلمة العيب، وبغينا في أرض الوطن وخارج أرض الوطن يعاونوا الناس، والله ينصر جلالة الملك. ونتمنى العائلة ديالو تصبر إن شاء الله، وغادي ينوض إن شاء الله بالزربة إن شاء الله، والحمد لله فهمت هادي مكتابة ليه فهمت ولا، المهم هو اللي باقي حي وصافي. وادعو معاه كما قلت، يدعو معاه بالشفاء ان شاء الله، ويعود ان شاء الله فهمتي النشاط ديالو، وبعد على ديك المغامرات هادشي اللي تنطالب بخير. دريه في العمر هذا، العمر هذا واحد الدري زوين وعزيز عليه النكات والضحك والتريكيل، صافي هادشي اللي